مشاهدينا، بما انه احنا نعيش في فصل الصيف، وفصل الصيف تقريبا بالعراق وبعض الدول يكون فصل الصيف بحق وحقيقة على قولتهم مصريين. اذا اليوم نريد نتحدث عن موضوع جدا مهم، وهو تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مزاج الانسان وايضا على سلوكه. هل درجات الحرارة وارتفاعها يأثر على الحالة النفسية للشخص ومزاجه وسلوكه؟ الإجابة إن شاء الله راح نتعرف عليها مع ضيف فقرة حديثنا. بس اسمحوا لي أسأل إسراء. إسراء، شنو رأيك بالإجابة؟ يعني جاوبينا قبل ما يجاوب المختص. طبعا أنا أجاوبك جدا تأثر، وهذا يعني صار عندي هسه دليل. يعني أنا ودا أجي إلى قناة كربلاء الفضائية صار مثل الحادث، فتشوفين السيارات كلهم نزلوا لأبو السيارة يردون يضربوه، توالوا عليه بالضرب. يعني أعطيتهم العذر لهم، يعني قلت مع ارتفاع درجات الحرارة وبعض السيارات ما بيها تبريد، يعني الله يعينهم. يعني الرجال شي يصير زين. يعني تخيلي هو رايح على باب رزقه، سيارته ما بيها تبريد ودرجات الحرارة المرتفعة، ويجي واحد يضربه، فأكيد يعني ممتاز. لعك خلي نشوف المختص إن شاء الله بعد شوية. مشاهدينا راح يكون عندنا اتصال إن شاء الله حتى نتعرف على الإجابة، وأنتم أيضا جابونا من مكانكم وشوفوا أن درجات الحرارة كيف تأثر على مزاج الإنسان وسلوكه وحتى النفسية. إذا مشاهدينا الكرام، للإجابة حول هذا الموضوع راح ينضم معنا مباشرة وعبر الاتصال الهاتفي استشاري الطب النفسي الدكتور عامر الحيدري. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية دكتور عامر، وأهلا وسهلا الله بحضرتك في حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء، وإن شاء الله صباح هادئ وصباح جميل. بالبداية دكتور عامر، أريد نعرف ما تأثير الصيف على مزاج الإنسان وحالته النفسية، تفضل. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، الترحيب بجنابكم وقناتكم الكريمة. طبعا بالتأكيد موضوع الحر له دور أساسي على صحة الإنسان، طبعا بالتأكيد احنا الصحة الجسدية وما يهمنا الصحة النفسية. الموضوع موضوع ارتفاع درجات الحرارة تأثر تأثير مباشر على دماغ الإنسان. طبعا يعني كثير من الهرمونات تبدي تتأثر، وبالتالي هذه الهرمونات احنا كنا نعرف يعني كثير من الامراض النفسيه لا سيما القلق والاكتئاب، هذه اسباب هنالك يعني اختلال بالهرمونات. فمن ضمن هذه الهرمونات هرمون الادرينالين وهرمون السيروتونين. احنا كنا نعرف انه الحراره ممكن انه تسوي يعني تجعل تتخلل بهرمونات الكورتيزونات، بالتالي هذه الكورتيزونات تاثر تاثير مباشر او غير مباشر على الادرينالين والسيروتونين. فاذا عندما يصير عندنا اختلال بالادرينالين، بالتالي هذا راح يؤدي الى المرض القلق، واللي هو علامات الصداع والغواش في النظر، جفاف الفم، الخفقان، آلام الجسم الغير مبررة، ارتجاف اليدين، هذه كلها بسبب موضوع ارتفاع الحرارة. وطبعا الشيء الأساسي والمهم الإنسان ميال للهدوء، ميال للراحة. عندما ترتفع حرارة الجو، يعني طبعا اكو في دماغ الانسان هنالك مركز خاص لتعديل حرارة الجسم، يعني حرارة الجسم يعني تتغير تغير الحرارة الخارجية. فهذا المركز الخاص لتكيف الجسم مع حرارة الجو راح يصير فيه باختلال بسبب ارتفاع هذه الحرارة، بالتالي راح يأثر على هرمون الكورتيزون، وهرمون الكورتيزون يأثر على الأدرينالين، وتبدي علامات القلق تظهر على الإنسان. ومثل ما تكلمنا أيضا على هرمون السيروتونين، وبالتالي إحنا يعني راح يصير خلل بالسيروتونين ويؤدي ممكن إلى الشعور بالضجر والملل وعدم الاكتراث بالأشياء وإهمال الاهتمام بالأشياء. زين دكتور، هسه مثل ما تفضلت حضرتك، يعني معناها انه احنا اكتشفنا انه اكو علاقه بين ارتفاع درجات الحراره وحاله الانسان طبعاً. النفسيه طبعاً. يعني طبعاً. الطقس الحار راح يزيد من الانفعالات النفسيه وراح يزيد من حاله الغضب. ذكرت ايضا
يعني إسراء لما نسألتها أنا شافت إنه فد صارت معاها حالة الصبح إنه حادث، يمكن ما كان يستوجب كل هذا الغضب، لكن كانت أكو كمية غضب كبيرة بالشارع بسبب هذا الحادث. زين بالنسبة لهذا المركز اللي ذكرته حضرتك اللي موجود في دماغ الإنسان، إنه كيف ممكن يقدر يستخدم الإنسان، هل إلى سيطرة عليه بحيث إنه أني أمنع أو أقلل من تأثير المناخ على حالتي المزاجية والعصبية؟ أكيد كيف أكيد يعني أكيد. إذا تنتهي يعني جرامكم تعرفون يعني قد ما الأنواع الجوية تخبر ال يعني الدولة أو المسؤولين إنه هنالك ارتفاع حاد شديد بالأيام المقبلة في حرارة الجو، بالتالي الناس المسؤولين عليهم الدور الاساسي يمكن انه تعطيل الدوام الرسمي، اتخاذ اجراءات وقائيه، عدم المكوث يعني بالجو بالشمس الحاره، ويعني اللجوء الى المظلات واللجوء الى حمايه الراس من التعرض المباشر لهذه الحرارات العاليه، لانه بالتاكيد مثل ما خبرتكم يعني راح يكون التاثير المباشر على الراس. وكثير من الناس طبعا احنا ننسى ضربات الحراره اللي تاثر على الانسان وبالتالي تخليه يفقد سوائل كثيره، وراح تاثر على هذا المركز اللي خبرتكم به اللي هو المركز الخاص لتنظيم حراره. دكتور عامر ممكن اما تغير مكانك او شويه الصوت ده يوصل لنا يعني متقطع حتى المعلومه تصل الى المشاهد يعني بصوره صحيحه. تفضل. نعم احنا خبرتكم انه الموضوع موضوع التاثر بحراره الجو هذا ياثر على مركز الدماغ، واكو الثلاماس اللي هي المسؤوله عن يعني هذه الاشياء، وكذلك اكو ايضا الهايبوثلاماس، هذه كلها تتاثر بالتالي ياثر لي على الهرمونات الموجوده بالجسم وخاصه الكورتيزون. فلذا دائما يعني مثلا الانواع الجويه تخبر الجهات المسؤوله ان هنالك ارتفاع حاد في حراره الجو بالايام المقبله، بالتالي الدوله مسؤوله عن تعطيل الدوام الرسمي مثلا، او انه ترفع توصيات الى الاشخاص لعدم التعرض المباشر هذه الحرارة الكبيرة الغير متوقعة. طيب أحسنتم. بقى عندنا سؤال أخير. أحسنتم الله يبارك بكم دكتور عامر. يعني مثلا إحنا في فصل الصيف يعني مثل ما تعرف أكثر الناس في فصل الصيف تحب تسافر تحب تغير جو. طيب إحنا خلينا نتحدث عن العراقيين بصورة يعني بصورة خاصة، هل الصيف هو مصدر سعادة أم إحباط للشخص؟ يعني احنا بالتاكيد يعني ما يعني الناس اللي عندهم درايه وعندهم ايمان اكيد يعني هذه الاشياء احنا ما مسؤولين عنها يعني صح. يعني مثلا هذه الاعاصير، هذه ارتفاع حراره الجو، هذه الامطار، هذه الاشياء هي يعني قد تكون ربانيه يعني بحد ذاتها، لكن طبعا يعني الانسان عليه ان يتوقع هذه الاشياء. كان مثل ما خبرتكم ممكن انه اغير مكاني، ممكن اغير اسافر بالسفر، طبعا يعني السفر الى المكان الاماكن البارده. نعم احسنت. اذا دكتور عامر الحيدري استشاري الطب النفسي، جزيل الشكر والتقدير لحضرتك، شكرا على وقتك اللي انطيتنا اياه صباح كربلاء وعلى هذه المعلومات ايضا. حياكم الله. يعني هسه صارت عندنا صوره واضحه. طيب ان شاء الله عند المشاهدين اكثر من اللازم ليلى. يعني لا هو انا دا اجيك بيها يعني مثل ما قال دكتور عامر يقول احنا في فصل الصيف الحار، الدوله ملزمه اليوم تعطي مثلا عطله اذا ارتفعت كلش خارج اذا ارتفعت. هاي بالنسبه يعني الى طبقه الموظفين. طيب طبقه العاملين شو يسوون؟ يعني العامل اللي هو مجبر ان يطلع اليوم منذ الصباح الباكر لغرض كسب لقمة العيش، هذه اللقمة البسيطة اللي يوفرها إله والعائلته والأطفاله، ومع ارتفاع درجات الحرارة يعني شو يسوي؟ بس هو الله المعين. يعني أنا باختصار هو قلت يا الله المعين يعني قال هذه الشغلات انه هي خارجه عن ارادتنا، هو نعم. بعد سبحانه وتعالى هو اللي قرر بيها، لكن نشوف انه احنا حسب الظروف نشوف اكو اشخاص يحاولون يكيفون نفسهم. يعني مثلا اكو قسم كبير من عمال صحيح. البناء دا يخلون شغلهم بالمساء
وبالنهار يكونون بالبيت، لكن الدكتور يقول انه لازم احنا نحافظ. نعم. طيب هي عندنا ارتفاع درجات الحراره، عندنا المي حار حتى اللي يستخدموه بالبيت، يعني اكو ظروف صعبه، القطع المستمر بالكهرباء، بلي هذه ايضا مشكله. لكن نشوف بالمقابل اكو اشخاص يحاولون يعني مثل ما قلت لك انه يكيفون نفسهم. طيب. خلي نسوي فدي احنا بيناتنا سلسله اتفاقات. شوفي يا اما اني اذا اريد اجيب اغراض البيت خلي اتفق ويا نفسي، يا اما اطلع بساعات الصباح الاولى الباكر جدا، يعني ابكر، يعني انا بالسبعة الصبح انا طالعه من البيت. نعم. دا اجيب الاشياء مالتي اللي اريدها. مثلا اذا اريد اروح للافران خلي يكون شغلي بالليل. نعم. خلي اجيب الاشياء اللي اريدها بالليل قدر الامكان، انه اني اذا صارت 12 الظهر بعد ما اطلع من البيت هالشكل احاول اخليها المغرب او اخليها المغرب، يعني المهم على الاقل اشعه الشمس ما موجوده على برد الهواء مثل ما نقول. وايضا بالنسبه اليوم احنا خلينا نحكيها، يعني احنا شلون نعين الغير بالنسبه لعمال النظافه، يعني حقيقه دا يسعون مسعه كبير جدا خصوصا في محافظه كربلاء المقدسه. خلي تكون عندنا ثقافه عدم رمي النفايات يعني في الشوارع من خلال يعني نافذة زجاج السيارة، يعني في الجزرات الوسطية خل أوزع مي بارد، خل أوزع عصير، خلي هذه من الأشياء نوزع لطيفة عصير، يعني من تجي السيارة مثلا العفو تفرغ النفايات اللي هي أمام منزلك، يعني ما راح يكلفنا فد شيء إذا طلعنا لهم فد بطل مي بارد أو مثل ما قلتي بطل عصير، يعني بالإضافة للثواب اللي راح تكسبيه راح تعطيهم فد حافز. اليوم احنا قلبنا وياكم شو تقولين؟ احنا ايام قبل هاي كلمة العصر والشربت، فد يوم نحكي لكم عنها.